عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعا مع نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، ذلك ضمن فعاليات مشاركتها في القمة الكورية الأفريقية. ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير كافة أوجه الدعم لتشجيع الشركات الكورية العاملة في مصر. بدوره أكد نائب وزير الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبي اعتزاز بلاده بالشراكة مع مصر باعتبارها من الدول المحورية في قارة أفريقيا والمنطقة وأكثر الدول تعاونا مع كوريا الجنوبية في القارة. استقبل وزير البترول طارق الملا رئيس شركة كايرو انرجي، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس. وأكد الملا دعم قطاع البترول لمجهودات شركات البترول العالمية لزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من الاكتشافات. من جانبه أشار رئيس شركة كايرو انرجي إلى أنها تولي أهمية قصوى لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر وتتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة معدلات الإنتاج من خلال استقطاب حفارات جديدة وتطبيق أنظمة تكنولوجية متطورة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سبق الأضحية للعام الثاني على التوالي، وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل. كما أعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئة المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. وافق تحالف أوبك بلس على تمديد أغلب التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط حتى عام 2025، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت لتتراجع إلى 80.92 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.76 دولار للبرميل. رفعت شركات الطيران العالمية توقعاتها لأرباح عام 2024، وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يحقق القطاع على مستوى العالم أرباحاً قدرها 30.5 مليار دولار هذا العام. تأتي هذه التوقعات بعد 4 سنوات فقط من انهيار القطاع وتكبده لخسائر قدرها 140 مليار دولار نتيجة لوباء كوفيد-19. وصل صنع مركبات الطاقة الجديدة في الصين طفرة في المبيعات خلال الشهر الماضي، كما شهدت العلامات التجارية المحلية الكبرى الأخرى لسيارات الطاقة الجديدة نموا سريعا في عمليات التسليم، مما يشير إلى تحسن القدرات الإنتاجية بفضل إجراءات التحفيز الأخيرة التي تتبعها الحكومة الصينية.